السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نكمل إن شاء الله الرحمن الرحيم حول داك الدرس ديال جيزمو. كنا درنا واحد البارتي الأولى، كنا هضرنا فيها على محور الأفاصيل، كنا هضرنا على محور الأفاصيل ومحور الأراتيب، وهضرنا على كنا هضرنا على برومي كادرون، دوزيام كادرون، تروازيام كادرون، كاتريام كادرون، وهضرنا على كنا هضرنا على الترقيم، على الفرق بين الكراد وبين بي يعني الدائرة المثلثية وبين الدوكري. دابا اليوم إن شاء الله غادي نكملوه، لأنك حول بعد المتعامل المنظم اللي كنا قلنا، وغادي نشوفو الإحداثيات ولي كوردوني ديال كل نقطة. عندنا واحد عاودو رسمو المعلم كما قلنا، هذا محور فاصل إكس، هذا محور أرتيب إكريك، كل ده كيتسمى باش كنبغيو نخدمو كيتسمى لونور لومبير، يعني لونور ديال لاكارت فين غادي نخدمو، لونور لومبير. هاد لونور لومبير مهم، هو اللي غادي نبقاو نشوفو الأغلبية ديال في الخرائط، يعني خصوصا في المغرب كنخدمو على لونور لومبير. لونور لومبير هو هذا محور الأراتيب إيكري، وهنا كما قلنا نديرو نرقمو، ندير واحد جوج، هادشي باش نسهلو. كيقدرو يكونو هنايا أرقام كبيرة، ولكن حنا غنديرو غير أرقام صغيرة باش نسهلو. يعني تقدر تكون مثلا هنايا 7890.53، ولا بحال هاكا مثلا هنايا نديرو إلى آخره. هنا قلنا منطقة سالبة، واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة. ناقص ستة إلى كذا إلى غير ذلك. وهنايا هاد المنحة الموجب، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هي ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة إلى غير ذلك. كنا هضرنا في الأول، كنا هضرنا على أن الدائرة المثلثية، ولا ديك الدائرة هضرنا فيها على أنها كنا هضرنا على بي أو دو بي، كيما إلا كنتو عقلتو هادي هي الدائرة. كنا جات هنا جاتنا بي، جاتنا 180 درجة. علاش؟ حيت بدينا من هنا. أما كون بدينا من هاد النقطة هادي، درنا هنا صفر ودرنا هنا، هنايا جينا بي على جوج حيت تجي 90 درجة، وهنايا جينا بي. لكن وخلاص هذا المنحى السالب، إلا خدمنا من هنا كنخدمو بالمنحى السالب، ناقص بي على جوج، وهنايا هنايا ناقص هنايا ناقص بي ناقص بي على جوج، وهي غادا عرفتيني بي على جوج صفر بي على جوج بي. المهم غادي نكملو، كنا هضرنا على برومي كادرو دوزيام كادرو تروزيام كادرو. نرجعو للمعلم ديالنا اللي بغينا نخدمو فيه النقاط. كنا قلنا هذا هو المنحى الموجب، يعني في اتجاه عقارب الساعة، المنحى الموجب. عندنا مثلا واحد النقطة بغينا نحدو الإحداثيات ديالها، كنا كما كنقولو. دابا عندنا هاد النقطة هادي مثلا نسميوها أ، هاد أ هادي شنو الإحداثية ديالها؟ الإحداثية ديالها خمسة ثلاثة. غندير واحد النقطة هنايا مثلا، نديرو هكا هنا واحد النقطة هنايا نديرو لها بي، شوف كنديرو لها الإسقاط باش نعرفو الإحداثية ديالها، إسقاط أفقي إسقاط عمودي. كذلك أ، هادو علاش؟ هادو باش غنخدمو نسميو جسمو. دابا هنايا هاد أ محور الأفاصيل ديالها هي خمسة، محور الأرتيب تلاتة، و بي محور الأفاصيل ديالها هي تمنية، و محور الأرتيب هو خمسة. إذا كنكتبو أ خمسة تلاتة، بي تمنية خمسة، هاكاك. غادي نديرو هنايا واحد مسمار القطعة أبي، القطعة أبي هي اللي غنبغيو نخدمو عليها، نخدمو عليها الجزمو. باش نخدمو عندنا واحد الجزمو، كيفاش كنمزلو بجي تي،
ديال A جسم ديال A ل B، جسم ديال A ل B. يعني هنايا غادي نديرو باش نعرفو الجسم ديال هاد A ل B، خصنا نورمالمون نديرو نوصلو هاد حتى هاد هنا، وغادي نعبرو هاد الزاوية اللي كدوز هنا. ولكن بزاف إلا كانت عندنا واحد الخريطة عندنا هاد القطعة بعيدة عن محور الأفاصي، شنو كنديرو؟ كنشوفو كنعتبرو هذا هو محور أراتيب، كنديرو إسقاط، لأن أنا غنقولكم علاش كنعتبرو هذا هو إكس وهذا هو إيكغيك بلو نور لومبير. علاش؟ لأن هذا غيكون موازي مع هذا، وهذا محور الأفاصي هذا اللي درنا هنا موازي مع هذا. يعني شنو الزاوية الجزمو؟ هو هاد النقطة هادي، هاد الزاوية هادي الجزمو هو واحد، تسمى هادي كتسموها بجي. إذا لاحظتوا نعطيكم واحد القاعدة مهمة، فهاد برومي كادرو عندنا أفاصي كديرين موجبين، والأراتيب تاعهم موجبين كديرو بليس بليس. فهاد دوزيام كادرو أفاصيل موجبين، لأن خمسة ستة يعني بحالهم بحال هادو نفس الفصيل في الجهة، ولكن الأراتيب هاد المحور ديال إيكغيك سالبين، كنديرو سالبين. عاوتاني في التروازيام كادرو، التروازيام كادرو، الكادرو كيفاش عندنا؟ عندنا محور الأفاصيل هاد المرة سالبين، ومحور الأراتيب تا هو سالبين، وهاد الكاتريام كادرو محور الأفاصيل سالبين، محور الأراتيب موجبين. هادو راهم مهمين، غادي نهضرو عليهم انهم غيساعدونا. غادي نرجعو دابا لهاد الجزمو. اول حاجة كنديروها هي كيما شتو درنا احدى تيار دي كولون ديال اكس ديال ا و بي، كنجيو هنايا كنديرو دلتا اكس على دلتا ايكغيك، كنجيو نديرو لهم طونجون موانزا ولا ارك طونجون. هادي كنخدموها اذا بغينا، هادي انا نرجع لكم ليها باش نخدمو هادي. شنو كنديرو؟ كنديرو دلتا ديال اكس ديال البي، يعني هاديك عندنا الجيزمو ديالهم. هادي باش نديرو الجيزمو، الجيزمو ديال ابي عندنا باش هاد دلتا اكس شنو كتعني؟ يعني كنديرو كتساوي لنا، عقلو معايا، ديما كنبداو بهادي هنا اكس بي ناقص اكس ا، وكنديرو هادي دلتا ديال اكس. يعني شنو كتساوي لنا اكس بي؟ اكس بي اللي رجعنا للنقطة هي 8، 8 ناقص اكس ا هي 5، شنو كتساوي لنا؟ هي 3. غادي نديرو دلتا ديال إيكغيك أ بي، شنو كتساوي لنا؟ كيما قلنا بحال بحال، إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ، لأن هاد إيكغيك بي شنو هي؟ عندنا هاد النقطة من أ ل بي، يعني كنديرو جيزمو من أ ل بي، يعني أ بي، عقلو مزيان. يزمو ابي فاش كنبغيو نبداو ديما كنبداو بهذه من هاد الجهه، يعني النقطه ديال الوصول. كنجيو كنعوضو ساهله، ايكغيك بي شنو كتساوي لنا؟ ايكغيك بي 5، و ايكغيك ا ايكغيك بي هي 5، ايكغيك ا 3، يعني كتساوي لنا هي 2. هاكاك دابا باش نديرو هاد طونجون، بونجور موان زان ديال هادي كنعوضو ديال دلتا اكس على دلتا
إيكغيك كتساوي لنا هذا الجزمون ديال أ بي، كتساوي لنا هي إكس، هي خرج لنا تلاتة، كتساوي لنا هي طونجونت، كنديرو طونجونت، كتساوي لنا اعتدال، كتساوي لنا طونجونت موزة ديال تلاتة إكس على جوج، وكنحسبوها بكالكيلاتريس ديما كيما قلنا بالراديان، وكنشوفو كتخرج لنا واحد القيمة زعما حنا إكس كبيرة. دابا غادي نجيو لهنا الحاجة المهمة، أنا غير من الإحداثيات لي كوردوني اللي عندنا هنا كي نعرف راسي أش نكادرو، عندنا خمسة تلاتة، خمسة تلاتة يعني خمسة موجب ديال إكس يعني في هاد الجهة، و تلاتة ديال الأراتيب موجب يعني في هاد الجهة، يعني عندي خمسة تلاتة يعني هاد النقطة هادي موجبة. إذا جيت مثلا خرجت لي واحد الإحداثيات ديال مثلا سي فيها تلاتة ناقص خمسة، يعني شنو كيبدي هدا؟ كيبدي بأن الأفاصيل موجبين والأراتيب سالبين، يعني تلقائيا أنني في الدوزيام كادرو لأن الأفاصيل موجبين والأراتيب سالبين، يعني هذيك النقطة غتخرج عندي هنا. إذا لقيت عاوتاني عندي مثلا ناقص تلاتة ناقص سبعة مثلا، هادي نسميو حنا دي، ناقص تلاتة ناقص سبعة، ناقص هادي ناقص ناقص تلاتة ناقص سبعة، يعني أنني ناقص تلاتة هي هنا وناقص سبعة هي هنا، يعني أنا في هاد تروازيام كادر. و إذا لقيت عاوتاني عندي واحد النقطة مثلا سميها هنايا أو فيها ناقص ستة مثلا، فيها ستة ناقص ستة ستة ناقص ستة تكون أفاصيل، يعني غير من الخلاصة ديال القول أن غير من داك العدد لي عندي مثلا، هاد العدد مثلا أ غيكون فيه تلاتة ناقص جوج، غنعرف بأنني في الدوزيام كادرو في هاد الكادر هدا، يعني في هاد الدوزيام كادرو. مي كنعرف راسي في الدوزيام كادرو، هنا عندي واحد القاعدة واحدة أخرى، عندي واحد القاعدة واحدة أخرى، كنجي باش كندير الجيزمو إذا كنت في برومي كادرو جيزمو ديال أ لبي، شنو كيساوي إذا كنت في برومي كادرو؟ كيساوي لي أرك طونجون لي هو طونجون موانز، بلا ما نبقى ندير ديك القيمة المطلقة ونبقى نصعب على راسي، كنديرو دلتا إكس على دلتا إكريك، يعني شنو كتساوي لي؟ يعني هي كنديرها بالكالكيلاتريس، طونجون موانز ندير ديك دلتا إكس و دلتا إكريك، كنعوض بكالكيلاتريس وكنشوف باش تكون فيها الكراد، وكتخرج لي واحد النتيجة مثلا، إذا كنعوض من القيمة تعطيك واحد النتيجة مثلا ان هاكا. إذا كنا في الدوزيام كادرو باش منبقاوش نصعبو على راسنا الحاجة، دوزيام كادرو عندي أفاصيل، عندي الأفاصيل موجب والأراتيب سالب، يعني عندي البسط موجب والموقع سالب، يعني شنو هاد شنو تخرج سالبة. في هاديك في الدوزيام كادرو كنديرو نفس هادي طونجونت موانز ديال دلتا إكس على دلتا إكليك، وكنزيدو عليها ميتين، وحنا شنو قلنا؟ قلنا هادي مية وهذه 200 وهذه 300 هذه هي 400. إذا درنا علاش كنزيدو 200؟ باش بلا ما نبقاو نديرو ديك القيمة المطلقة، يعني عدد سالب مع 200 مثلا بحدا بين فرد خرجت ناحيتين مثلا ناقص 50 زائد ناقص 50 زائد 200، شنو تساوي لنا؟ تساوي لنا هي 150، 150 يعني لها بقات عندنا العلاقة صحيحة في الدوزيام كادرو، يعني رحنا هنايا في هادي.
وإذا كان العدد عاوتاني كنا في الطروزيام كادو كذلك كنزيدو تاهي كتبقى نفس العلاقة كنزيدو تبقى نفس العلاقة كنزيدو 200 نخدمو بهاد القاعدة هذه. والتروازيام كادرو تا هو كذلك والكاتريام كادرو كما قلنا التروازيام كادرو تا هو كذلك الكاتريام كادرو كنديرو جيزمو ديال هاد بي ديال طونجونت موان زان ديال دلتا اكس على دلتا ايكغيك بليس 400. علاش درنا بليس 400؟ ما غادي نشرح لكم. درنا بليس 400 لانها كطيام كهضر عندنا هو هذا غتكون عندنا مثلا واحد النقطة فريد هادي هنايا. علاش درنا بليس 400؟ غتكون عندنا جي هي هادي كندير ديك ديال التقاء الزاوية مع محور الأراتيل. وحنا شنو عندنا؟ عندنا جي عندنا ديال هاد نرجع نرجعو لهاد الشكل الصغير عندنا جيزمو عندنا واحد جانب واحد النقطة هي هادي هادي المقابل ديالها هنا نسميوها بي بريم وهادي هي الزاوية. وحنا خصنا جي ديال أبي يعني شو شحال غيضرب الظهر يعني جيزمو غادي يضرب من هنا غيضرب من هنا وغادي غادي 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 حتى يوصل هنا يعني وهذا الجزم هذا شنو غيكون؟ غيكون سالب. شبتيني نفرض لأنه علاش لأن محور الأفاصيل في هذه الجهة هذه فيكون سالب. مثلا نفرض هذه النقطة هذه تسموها بي بريم عندها مثلا هنا ناقص 3 تكون هي مثلا 3 يعني الإشارة ديال 3 على 3 يعني تكون سالبة. نفرض أن هذا العدد اللي خدمنا أرك طونجون نعطينا مثلا ناقص 20 ناقص 20 حنا غنزيدو 400. علاش 400؟ يعني هو أن الدائرة فيها 400 غادي نقصو هاد الجي هادي اللي عندنا هنايا هاد الجي هاد الجي هاد الزاوية جي اللي عندنا هنا هي يعني باش نحسبو هاد الزاوية غنديرو 400 ناقص هاد الزاوية هادي هاد المسافة هادي اللي بقات لنا لأنه هذا عدد سالب وحنا عندنا 400 نديرو علاش ما درناش ناقص درنا زائد 200 زائد لأن هذه سالبة يعني 200 يعني تبقى عندنا نفرض حنا درنا 200 تبقى 380 يعني هذه هاد زائد فيها 380 غراد. هذا غير مثال واش ترسي طولت عليكم بزاف غادي نحبس حد هنا وغادي نحاول نكمل ندير واحد البارتي الثالثة ان شاء الله باش حقاش كثرت عليكم حسيت بان تقدروا تدوخوا. انا غادي نعاود في هذا الفيديو الجاي ان شاء الله نعاود نرتب داكشي نعطيكم واحد الجدول مهم بزاف بزاف اللي غادي يعاونكم في هذا يزيد يسهل عليكم هادشي.